عشرة. أنا مش قلع عشت قلع نهائي بس بالعمل بس. لما أخرج من العمل رجع. خاصة المقارم زي كذا ترى والألوان يعني أي لون متوفر مش صعب إنك تلاقي أي لون يعني تبي أول كانت الألوان الغوامق ممكن تلاقي الأسود البني الكحلي الحين تلاقي أي لون شجر رسومات ألوان فريزات براقة طبيعي درجة أولى جديد ورخيص كوني أنا كاشفة ولا مطية أنا مرتاحة إني أنا كاشفة أنا مش قلعشت قلع نهائي بس بالعمل بس لما أخرج من العمل أرجع أردت خمر عادي بعد ما كانت ملثمة بسروت بهذا لا مشي حالي للبكري كانت ملثمة ما عبش سامة تقولي ضابطي ما عبش ملي سايحفة وقها كذا اشتغلت مثلا الزبائن بالنقشات البراقة الضيقة بقولوا اني افتح هلي الضبي مش احنا اللي نجيب الطلب ولا من اول ما كناش عارفين بالموضات هذه ولا بس اني يشوف ان القنوات والمجلات الخليجية ويجيب لنا المجلة ويقول ان ضبط قليل لان في دخلاتها من بيتها يعني ما نقدر نحكم ان البنت خلاص بنحكم عليها من لبسها النقاب مش افة إذا واحدة منقبة مش معناه إني أفضل من الواحدة الفاتشة أخلاقا ودينا إلى آخره فإذا أنا شلت النقاب مش معناته عفتي قلت أو إنه الآن أنا أصبحت صايعة أحس إن المرأة الملثمة تحتاج إنها تبذل جهد مضاعف حتى إن تثبت إنها موجودة المرأة الفاتشة شخصيتها تبان أسرع للناس اللي حولينها لأن وجهها هناك البنت ممكن تكون أكثر احترام إذا كانت بوجهها كمان أنا في رأيي أن البرقع بيكون عامل جذب كبير بالنسبة للشباب الكبير كان ما هي الفكرة اللي شعرت فيها بصراحة ليش أنا كنت لما كنت مقتنعة ما كان يجي لي هذا الأفكار لما بدأت اشتشي النقاب بدأت أفكر في الأسرة وشعرت أنه ضغط يعني كان علي وبدأت أفهم ليش في بنات كثير يشعروا النظر أنه ضغط اجتماعي مش أنه ضغط من الناس لا ضغط اجتماعي من الأسرة نفسها سواء الأسرة اللي هي أخوانك وكذا أو حتى الأسرة الأكبر لأن إحنا بالذات في المجتمع اليمني وبالذات في المجتمعات القبيلية تشعر أنه الأكبر اللي هو أخوانك اللي هو أعمانك يعني مش عارفة قبل ما أتنقب كنت يعني نفس الفترة هذه نفسها كنت صغيرة ولما تنقبت يعني كنت بعد أكبر بس يعني ما ارتحت له نهائيا يعني حتى لما أجيت أكشف صح جلست فترة طويلة يعني تقريبا سنتين كذا منقبة بعدين فتشت حسيت أني يعني كأني كاشفة كأني مش كأني تقيدت بالنقاب بعدين أجيت شوف نفسي أو كاشفة كأني ناقصي حاجة فهمتي بدي أنا أعجبني كل ملتزمة فسواء نقبت وجهها أو لم تنقبه أنا أعتبرها مؤمنة ملتزمة محجبة في كل الحالتين تمام واحترم الكل عندنا بالنسبة اليمن النظرة الأكثر أنهم يعتبروا المرأة المحجبة هي التي غطت وجهها ناحية المعاكسات بتواجه صعوبة من ذي الناحية نظرة المجتمع ونظرة المجتمع أكيد طبعا المرأة المنقبة أفضل من المرأة الكاشفة بألف درجة لأنه ما زالت العقدة إنه المرأة المنقبة أفضل من المرأة الكاشفة طبعا دي معتقدة بهذا الكلام والله هذا كله يرجع العادات والتقاليد المجتمع تطور بس حاليا يرجع كمان الأسرة إذا طلع من الأسرة واحدة ملثمة واحدة فاتشة باخذ الفاتشة any day بعمل لها priority لو هم نفس الليفل ولو حتى الديجري قليلة في نظرة زي أنا زي لما أقول لي البس الاثنين نفس الشيء فكنت أشعر بالتضايق بس أكيد لما واحدة تكون فاتشة في فرص عمل أكبر في تواصل أكثر
اي بعضهم لا يفضلوا. طبعا الان شفنا بهذا العصر يعني اكثر بنات كاشفات لان عندهم اكثر قدرات. يعني تشوف البنت كاشفه ما طلعت كاشفه الا انها جريئه. فرص البنات في العمل بشكل عام بغض النظر عن ما هو العمل مساله مش مساله الحجاب او مساله الفتشه او مساله البرقع، مساله ثبات الشخص بنفسه. حصلت لي انه في جهه قدمت انه على اساس انه يشتوا موظفات يشتوا بنات تشتركن معاهم في عمل معين. قدمت على اساس اول واحد تدخل بنقابكم من كان حجبات فقبلوني، لكن اشترضوا علي اني افك النقاب يعني كانوا دراشوني حتى يعني باصرار قوي انه أيوة. لازم يصروا عليهم قد سنتين تقريبا اف، لكن انا رفضت صارت لاني مقتنعه بالنقاب من وانا صغير في الصف الخامس. يعني اخذت من نفسي قناعه ما حد اصبني عليه. اصبح الدين لعبه، اصبح المراه اصبحت لا قرار لها اذا هنا. يعني الناس يقولوا تنقبي وناس يقولوا اخرجي. فاذا ذهبت للعمل الاول قالوا ترى تنزع النقاب، الثانيه قالوا يلبسوا نقاب، فمتى يكون لها حريه دينها وحريه دينها وعقيدتها؟ فنحن نقول لا ينبغي ان يخضع الناس او تخضع البنت لامزيه الاخرين. بس أنا سمعت قصة إنه في بنات تعرفهم كثير كانوا مغطيين قدموا على وظيفة وأهلهم بيعرفوا إنه هم في الوظيفة دي بيشتغلوا منقبات، فصادفوهم بالصدفة في السوبر أو مكان معين يعني في اللي هم كاشفين مكان العمل شرط عليها تفك. أيوة. أيوة. وبس هي مادة علم أهلنا بحكم المادة وزي كده وإنها تبي تشتغل والحاجة وزي كده، فيعني ما هي حلوة فهم عليا. بس يعني فكون يعني كل المجتمع حسب تفكيره عندهم البنت الكاشفة دي المجتمع. مريم هي كل صباح الخير تحية. عني يعني هو مجال لازم اعلام طبعا انت اعلاميه وانت طبعا شوفي في الاعلام المنقبه ما لها اساس صح ما لهاش يعني ما لهاش وجود بمعنى الكلمه يعني. فكل ما تكوني كاشفه كل ما كنت يعني معروفه اكثر. يعني احس ان ما تكوني كاشفه تكوني لك حريه. بالنسبه للحديث معهم بيكون مع الكاشفات اكثر فعاليه واكثر توصيل للرساله التي انت تنوي إيصالها لها، أو حتى بالعكس هي لما بتوصل لك الرسالة بتكون أسرع تأثير، بعكس المرأة لما بتكون محجبة بيكون هناك نوع من الإحراج حتى في النظر إليها لأنها كاشفة وهذه محجبة. فلما تجي تنظر للكاشفة بتكون نظرتك لعندها عادية كأنك بتكلم مع أخت أو زميلة أو شخص متعاملك أنت ويا سلس، بعكس الفتاة المحجبة أو النقاب أو بالبرقع بالأصح بالعامية. أنا كنت منثمة لما قررت فجأة أن أنا لما قررت بعد فترة كذا من التفكير أن أنا أفتش كنت شعرة براحة كمان. يعني كنت أول مرتاحة وكنت بعدين مرتاحة لأنه كان قراري. أي لا بس في فترة أصبحت أصلا لما الفترة من بين اللثمة وأن أنا أخلع النقاب كان في فترة ضيق لأنه كنت أشعر أنه سافرت الخارج ورجعت وشعرت أنه ما عاد أصبحش. يعني أنا كنت أول أنظر لها أني إنه حاجة بتناسبني بتناسب شخصيتي. لما سافرت الخارج يمكن نظرت إنه ورجعت وشفت عملي وشفتني شخصيا أصبحت ال- 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 الحجاب اللي من دون لثمة مناسب لي أكثر وشعرت أنا ماشي بحاجة للثمة. والله النقاب زي ما قلت في البداية هي من ناحية الدين فهي في اختلاف على الدين. آية تقول إنه الوجه والكفين، وأحاديث تقول الوجه والكفين، وأحاديث تقول لا لازم هذيك في الصلاة وهذيك في هذيك. بس المسألة هي من باب الحرم أو الحلال أن أقترب ما أعتبرش المحرم. بقي كذلك هل الوجه لابد أن يغطى أو لا يغطى؟ هذا خلاف بين العلماء. فهناك بعض العلماء يرى أنه لا بد من تغطية الوجه، وأخذ بقوله اللي ضربنا بخمورهن على جيوبهن، فاعتبر الخمار يأتي من أعلى وينزل إلى الصدر وهذا تسمى الجيوب. وهناك من العلماء فهم هذا المعنى بأنه اللي ضربنا بخمورهن على جيوبهن أن يكون الخمار هكذا يلتف فيكون قد غطى الشعر وغطى الجيوب والوجه لا والوجه ما يحتاج، فيقول لك الآية أنا عملت بها. فهذا فهم وهذا فهم، ولا كل واحد بيستدل بأدلة شرعية كثيرة.
بدري تتكلم زي ما بس. يعني احنا نحب ناخذ البرقع السادة اصلا الطويل العريض اللي يغطي الصدر اللي ينزل كذا وانا بكون حشمة صدق، لكن البرقع القصير اللي من هنا محدد اللي بتتحرك كذا واحدة من وشها هذا طبعا ما بيكون مش ما بيكون حشمة واللي بفصوص اللي بس بحب اخذ الحرير الطبيعي انه بيكون اريح في العمل والفن تحس اني كنت مبرقع والبرقع طويل وهذا من حريتك لما انت ماشي بتكلمي بتصرفي عادي ما انتش مغيره. يعني أستاذ كنا نفس عنك قناعة يعني مش هو ضغط أو فرض واجب من الأهل أو عبارة عن عادة تقال ماشي يعني ده عبارة عن عادة تقال ما سجلته الكلية وكلية الإعلام وأنا لابس بهذا اللبس يعني لبس لابس هذا الشيء عن يعني قناعة متكاملة.